كابتن شريف، هنتكلم النهارده في مواضيع عامه، ولكن اهم حاجه لفتت النظر ان حتى الان لم يخرج اي تصريح من اتحاد كره القدم او اللجنه الخماسيه التي تدير اتحاد كره القدم عن ان هناك خطط بديله لاستكمال او الغاء الدوري. ايه رايك في هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله انا رايي يعني ان احنا بنتفرج على العالم كله الحقيقه. واي بادره بالنسبه لنا احنا الناس كلها مشتاقه اسلام لعوده الرياضه وعوده الكوره واطمئنان على الناس كلها، الناس عايز تطمن برضو بالعوده، الناس بتطمن برضو في حاله نفسيه. لكن احنا الاساس اللي بنتكلم عنه طبعا هو صحه الناس وصحه صحة الناس بعد كلها. نهايه هذا الوباء يعني. فما فيش اي اشاره جات لنا حتى من بره، عملوا بادره واحده تدينا ان هم ادوا ميعاد. يمكن في بعض الانديه الاوروبيه ابتدت تفتح المجال شويه، هنرجع للتدريبات، هنرجع على حسب بقى الحاله اللي هناك. دي حاجه لا اعتقد انها هتبقى مرتبطه بالصحه العالميه كلها، بشكل الفيروس اللي موجود عندنا باذن الله. الحر دخل والدنيا دخلت، يعني احنا نقدر نقول للناس بنعمل قريب جدا ان احنا لو التزمنا التزام كويس جدا اشياء في الشغل وفي الاقتصاد وفي الرياضه وفي كل حاجه، هو التزام مننا بس، احنا نسرع شويه في التزام أكتر شهر يعني. اكتر من كده شهر نلتزم كلنا جامد جدا يعني، ونقفل على نفسنا ونستحمل، وهتبقى رمضان داخل علينا ان شاء الله. يعني دي الحته اللي انا وماهر جايين بنتكلم في السكه، حته رمضان اللي الازيانه شويه، الجوامع، الطقوس، انك انت عايز تعيش اللحظه من رمضان لرمضان. الواحد بيقول اللهم بلغنا رمضان، فعايزين نعيش الحاله دي، ناخد فرصه مع نفسنا بس ان احنا يبقى في صلاه. اي نعم ممكن نصلي في البيت ونعمل كل شيء والاسره كلها تصلي، ودي تبقى صلاه جماعه وتبقى تراويح وكل حاجه، انما احنا بنعمل في هذا الشكل الاجواء بشكل اجواء رمضانيه بشكل دي ترجعنا بقى كلنا. فاعتقد انت معايا وكلنا مع بعض يعني ان احنا لو التزمنا كويس قوي بعد شهر اعتقد ممكن اتحاد الكوره يطلع علينا ويقول حسب الاحصائيات هو كابتن